هيئة الدواء، هيئة الدواء أصدرت قرار بحظر صرف أنواع مش كل أنواع من المضادات الحيوية إلا بروشتة طبية. السؤال، ومتى سوف يتم تعميم القرار على كافة الأدوية؟ أنا من أنصار لازم أي دواء ما يطلعش غير بروشتة. يمكن احنا اتكلمنا في ده قبل العيد، اتذكر كويس جدا، وكان طبعا منورنا داخل الاستوديو دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، ومعانا دلوقتي على التليفون. ازيك يا دكتور؟ اهلا سيدي يوسف، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب. الله يخليك. القرار بحظر بعض الأنواع من المضادات الحيوية ولا كلها؟ لا، هو بعض الأنواع المضادات الحيوية. حضرتك بداية الموضوع انه المضادات الحيوية عالميا بيتم صرفها عن طريق وصفات طبية، صحيح، وبجرعات محددة، وفي بعض الحالات بيتم كتابتها بناء على مزرعة بتتم. خلاص، في بره حاجة اسمها نظام لصرف المضادات الحيوية تدريجي. المضادات الحيوية دي عبارة عن أسلحة تصاعدية. انت لما بتبدأ مع ميكروب ما بتبدأش معاه بأقوى سلاح، ولكن بتبدأ بسلاح رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. عالميا وعلميا ده المفروض طريقة مواجهة اي ميكروب. لو بدأت بالسلاح القوي وفشل، فالاقل منه في القوة ممكن ما يجيب. ففي نظام معين بنحافظ على المضادات الحيوية اللي ليها ثقل وكده كآخر مرحلة. نيجي بقى لمصر. مصر عندها إساءة استخدام مضادات حيوية. بيخش المريض المصري بياخد مضاد حيوي اللي كان عنده خبرة قبل كده فيه دون الرجوع للأطباء، واحنا بنصادف الصيدليات حاجات نماذج كتير. تسأل اللي بياخد المضاد الحيوي يقول لك اصل انا كنت بجربه، جاري جربه، مش عارف ايه، عايز اخف بسرعه، كلها حاجات غير علميه. أيوه. وبالتالي مصر بالنسبه لل دبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه، احنا في منطقه ما هياش، هي منطقه خطر في استخدامات المضادات الحيويه. لو جينا على بعض المستشفيات داخل مصر هتلاقي في بعض المستشفيات في حالات لا تستجيب لاي مضاد حيوي، ودي مشكله. وبالتالي لابد من تنظيم السوق الدواء واستخدام المضادات الحيويه. هيئه الدواء ما ينفعش اجي مره واحده اقلب نظام من نظام لنظام، بنعمله تدريجي. التدريجي المنشور اللي نزل ده رقم واحد خد اعلى مضادات حيويه وحطها كده على جنب وقال لك دي تتصرف بروشتات، لان ده اقوى سلاح موجود لمواجهه الميكروب. على فكره الادويه دي اصلا انتعشت بيعها ايام كورونا. وبدات ان هي تبقى ليها استخدام، فبعد ما خلصت كورونا اصبح النهارده الناس بتستسهل كتابتها. وبالتالي لا، انا هيئه الدواء بقول لك ادي مرحله اولانيه. هتيجي بعد هيئه الدواء في وقت من الاوقات تبدا على المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، الى ان يتم صرف المضادات الحيويه وهيبقى ليها ضوابط وقواعد، وضوابط جوه المستشفيات وضوابط خارج المستشفيات، لان لابد من وضع المضادات الحيويه تحت ضوابط، لانك الوضع مش كويس بالنسبه لاستخدام المضاد الحيوي في مصر. طب ده كويس جدا. امتى، وده اللي كنا بنتكلم فيه حتى لما كنت حضرتك منورنا في الاستوديو، امتى يبقى اي دواء ما بيتصرفش غير بالروشتة يا دكتور؟ بص حضرتك، احنا اولا في نظام في مصر، مصر هتطبقه، وهيئه الدواء حاليا شغاله فيه بقوه ومطلوب منها من القياده السياسيه تنفيذه، وهو نظام التتبع الدوائي. خلاص، ان حضرتك من اول ما يطلع من المصنع لحد ما المواطن ياخده، السلسله دي متشافه ومعروفة لمنع غش الدواء يخش في النص. النقطة الثانية، انت النهاردة ما ينفعش 60 سنة الناس بتاخد الدواء بتاعها بدون وصفة طبية، بدون وصفة طبية. القانون والنظام العالمي لصرف الأدوية هو قسم صرف الأدوية نوعين، أدوية الـ O2C ودي مسموح للصيادلة ان هم يتصرفوا في حدودها، وفي أدوية روشتات
وادويه الروشتات دي يعني هيتم تطبيقها مع منظومه الصحه التامين الصحي الشامل، هتكون الاكثر فعاليه لاستخدام الدواء بروشيت. النقطه الاهم، انت حضرتك هنا مريض ضغط او مريض سكر بقاله فتره ماشي على دواء وروشيتا في البيت، ونزل يصلي وافتكر وهو معدي عايز يجيب العلبه من الصيدليه، مش هيطلع البيت يجيب الروشيتا ويرجع، هتبقى فيه مشكله. وفي ناس بقى لها مثلا 5 6 سنين ما راحتش للدكتور فالروشيتا ضاعت. فهو هنا دي لابد ان هي تتعمل تدريجي ويتعمل بيها اعتبارات لبعض الحاجات. المريض عارف دواه وعارف هو بياخد ايه وبيكرره، فهو خلاص طالما حافظ دواه. انما ما ينفعش ان انا كصيدليه اطلع دواء ضغط او دواء سكر بدون وصفه طبيه مني لنفسي، لابد ان الدكتور، لان في حاجات تانية ابعاد تانية الدكتور بيبقى شايفها في المريض، خلاص بناء عليه بيدوا له الدواء المناسب في الوقت المناسب للحاله المناسبه. فهو نظام عليه صرف الادويه بالوصفات الطبيه هيجي تدريجي وهيجي بنظام، ولكن بعد اقرار الادويه الاو تي سي لوحدها، وبعد كده الدنيا بتمشي تدريجي. يا مسهل الاحوال، كلنا نتمنى ذلك. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه. مفيش حته في العالم المتقدم بتصرف دواء من غير روشته، مفيش. انا ادعي انه ربنا كرمني سافرت مثلا بتاع 14 15 دوله مثلا، انا ما شفتش كده. وده بالمناسبه الدواء ده شيء بالغ الخطوره، عارف يعني ايه بالغ الخطوره؟ بالغ الخطوره، ما فيهاش هزار.